بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد قال الإمام أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حلق السوري ابن عمر قال وحيري كنا وحان أهين جلوسا كو فرديا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بان لفردنا وقتي إذ جاء وحايمت رجل من الأنصار أنصار كم بذها صحابة والنبي لفرد عليه السلام يا إسلام مركب وحايمت من الأنصارات فسلم عليه nabigu wuxuu salaamay sallallahu alayhi wa sallam qolku salaamay nabigi thumma adbara al ansariyu ansarigi ba noqday iska daba jeediyay qolku ninki daba jeediyay fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nabigi ilahi ba ku yiri ya akhal ansari walaalkan ansaareedow kayfa akhi sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada sabay xaaladiisu ahayd xanuun buu nabigu ku ogaa sallallahu alayhi wa sallam faqala ansaarigi ba wuxuu yiri saalixun wuu iska fiican yahay qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam nabiga yiri saxaabadii buu ku yiri la fadhiyey man yacuuduhu minkum midkiinneebaa ila booqan haya man axad keebaa yacuuduhu sacad booqan haya oo minkum idinka mid aha yaani sacad baan ziyaarani ayaa ila ziyaaran nabi baa kacay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wa qumnaa nakuna waan kacnay buu yiri ibnu cumar معه مع النبي صلى الله عليه وسلم امسى هاي ان تدك عميشة فردية كعي امرك زيارة او راعي ونحن بضعة عشر دور ايو طبا نمبا نوهين لك بضعة وصدح الى سقال انت او دحيس دور ايو طبا نن ايان كو كعني walow waxaad aad u eegtaa xaaladii nabiga calayhi salaam iyo xaaladii saxaabada waqtigaas siday ahayd wuxuu yiri dhowr iyo tobanka nin ma calayna nicaalun kabamaanaan wadanin walaa khifaafun khuf waxaan khufka la yidhaahday qabowyada laga xidhana midna muuna wadanin walaa qalaanisu wax koofiyada ah nin koofiyad watagna naguma jirin walaa qumusun wax qamiis wataayna naguma jirin dhowr iyo tobanka nin oo nabi maxamed ka mid yahay calayhi salaam waa bilaa kabo waa bilaa khufaf waa bilaa koofiyado nin qamiis wataayna kuma jiro namshi waan socona buu yiri fii tilka sibaakh dhulka milixleyda ah bataaxa milixleyda aha ayay lugaynhayeen namshi waan socona fii tilka sibaakh sibaaqtu waa dhulkan caraseesha ahe ayna waxbana ka bixinay milix milixda oo kale ah xataa ji'naahu ilaa aan uga nimid sacad radiallahu tacaala can kolkaan soo gaadhna buu yiri sacad fastakhara waxaa gadalgadal u baxay qowmuhu tolkii min xawlihi hareerihiisa dadkii ag fadhiyey ayaa kolka nabiga iyo saxaabadiisa yimaadeen bay dibdib u baxeen si ay nabiga iyo saxaabadiisa fursad u siiyaan حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي أسر دوادي سعد إيا وأصحابه بأسر دوادي
الذين معه صحابة رسول النبي عيسى صلى الله عليه وسلم مركتنا والقياس كرتا حالة داس يدد كاس وتصورا كرتا يعني انت دور ايو طبان قف النبي محمد كمد عليه السلام وعقا قاولا لغين هيا ننا انكو في يد وذنن ولا قميص. وعن عمر بن الحسين رضي الله تعالى عنهما وحويري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحويري خيركم وحائدكم خير بدن قرني اني جيل كيغا ذاتك الى النول جيل كنها ايا ذاتك الهي اوغو خير بدن امد النبي عليه السلام قال الله ساوغو بدن قرني وانا ذاتك اركي الصحابة اللو يقانو ثم وحاكوحيغا الذين يلونهم جيل كاكو كسيحيغا ثم الذين يلونهم باكو سيحيغا. قال عمران وحير فما أدري ما قرن هايو. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي إنه مرة يري أو ثلاثا يعني قرني ثم الذين يلون ثم ما صدح جربوا المسلبة جربوا يري ثم يكون وحاها دون بعدهم قرون تا فضل بدن كذب وحا اهان دون قوم ضد يشهدون مركعيا ومخراتي كعيا يقولون بعد مخراتي قشنين ايا يشهدون ومركعيا ولا يستشهدون لنا مركشن ما يو او لما مخراتي قشن ما يو وحن لما مخراتي قشن هيننا دي عدالة بمالي رن مالي كالسون مالي لنا مركشن ما يو ويخونون وين خيام ايان داد كاسي خيام الا ايمان هيان تو الهي ايتو داد كاللابا ولا يؤتمنون لنا امين مايو اوح امين مجر ويوخاينين بدين وينذرون وينذرون اما وينذرون ذلك اما ودقودي اما ودهوس دبكرتا وينذرون نذر يجليان انتاسو نذر يا انت صبلان اي غليان انت صوجيان قدارن هي نذر غليان ولا يوفون نذر كاي غلينا ما اوفين هيان او لما ايمان هيان ويظهر وحكم موقن هيس ددكا فيهم دحدودا اسمنو ناحتان يا عيرتان ودد هلب وكبوحو ولا بوربورن مركا سيمنكو ان كو خلق يا هدو يا هدو قفكن الى هاي اون او كو ابوري تاد اسو عيب مالي وحنا واو قفك اودي سكا بحسن لكن كل قفك دي او قست جيركيس اون انو كشقيو جيركيس اون عنسيو همغيس او يهاي يا غمغيس يو نولشيس جيركيس انون ودي جيركاغن وددال اون تا مخا او فيعن يا مخا او حنون اي نولشيس تهي ودي سدا سيمن كو يمادو وا كان مركا النبي غو شيغي عليه السلام ويظهر فيه مسلمًا. سويجر تامر كسان شيء كخس كأبور أو قف كأسوقن عن طفي عم به تساوي هاي سنين هدنا إلى هاي إسك سارعون ويجر تا. كان كهلا ينواك لكن سيد غالب كأقف كمؤمن كأهم مجا كبدًا مركت كبدًا نوحا كبدًا فكر كبدًا دلال كبدًا قف كمؤمن كي قف الراحة معها. marka inta badan qofka xaaladiisu ay saatahay inuu naaxitaan u timaaday oo hilib u yimaaday ma badna wa anabi umama radiyallahu ta'ala anhu qala wuxuu qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam nabi muhammad bayri ibn adam ina aadanu innaka adigu ina aadanu an tabdhula inaad bixiso oo sadaqadeeso al fadla wixii xaajadaada dheer يا حاجة هذا كبدا أيا خير لك كو خير بدا وأن تمسكه وحي حاجة هذا كبدا إن هذا ستاينا شر لك شر بيقول هذا هي ولا تلام لغو عنانا مايو على كفاف وحي ضرورة هذا ستؤد بحين ويدو أما حاجة هذا وحي كفلا هداد بحين ويدتا يدا لغو عنانا مايو لكن هذا الكوحو كتاقين يوحي حاجة دكا بضن
ولا ترام لغو عنانا مايو على كفاف وحي الضرورة ذا حاجة ذا تالغو عنانا مايو ينات بحيسو حداد وح بحيات كب الله بيساو اغو اجري بدن وابدأ وحاد كب الله ذا حداد وح بحينا يسو بمن تعول عداد بيشو إذ مسؤول كتهيب اغو اجري بدن وانا صور دافعين قف آد وحكو صدق ضيستو إسلام تذا اغو اجري بدن حاسكاغا عرور تذا هو يذا آبها قف بقفكو كاغر دو يهي أيو كأجري بدن يهي صدق ضيسو ويتاسوا اللبع الرموت سيلة الرحم نوين نقن صدقنا وين نقن وابدأ حاتكو بلو ده حداد وح بحين ايسو بمن تعول عدد بشيء مسؤول كتهي رواه الترمذي يباوري وقال وحير حديث حسن صحيح لكن إسلام تضيء أبها إيادت كان فاميقة أها إذ وحكو بحين إن الأجر كه شيء نية أبهانتاي وإن النية يسوء لكن هذا النية وإذا با دي وحي واحد سكب حسام ونقن وعن عبيد الله بن محصن الأنساري الخطمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير النبي صلوات الله وسلامه عليه من قفك أصبح أهذي أما وابريست أو منكم إذن كم إذا آمنا حال ويها سقو آمنا ونبت جليوك وابريست في سربه نفتيس أيو نبت جليوك وابريست أما في سربه معنى كلا نوالي قوم كيسي إيا مغالي ديسي إيا تركي ده ديسي بون نبت جليو كوا بريستي سوغن نبت جليو هن عدنا كعب سنه نبو بريستي معافا بوا بريستا سوغو عافمات قبا في جسده جر كيسنا عنده أكتي سنا أي تهي قوت يومه مالن كوحو عون لها صدح لها الرمض قفك كوا بريستا من أصبح أنك وابريستا ومنكم إذن كم إذا آمنا في سربه نفتيسا أسوغو آمنوها معافا في جسده جركي سنو عافي ما القبو عنده قوت يومه مالك قوت كدين هايستا فكأنما حيزت له حد مدقفك إن لو جمعيي اللي سوغك كاني الدنيا الدون كسدو أردن يهي قفا يستاء يلم ديهي رواه الترمذي باوري وقال وحير حديث حسن سر به أي يري إمام النووي بكسر السين واسين توضح سلوضو المهملة لا دبيع تري أي نفسه ويان وقيل وحال يري معنى كلا يري سر به قومه وتلكي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير النبي قد أفلح الليباني من قف بالليباني أسلم إسلامي قف إسلامي الليباني وكان وهذا رزقه رزقه السنة كفافا يعني وح كفلا أنوياه وح كفافه كفلا أن رزق يس وقنعه الله إلهين أوكقنعيي رالي أوكقدقي بما آتاه وحنوسي كفافك وكإسلام نمو وح كفلا إيا قناع وح إلهي كسينا كقنع سنتاي صدح ذلك لسي أفلح رواه مسلم بحديث كما روى عن ابي محمد فضالة بن عبيد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه يرحمك الله انه فضالها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الهي بكم غلي او يقول له طوبى تي وناكسنيد با اسقناتي طوبى او حواناكسن مركا طوبى تي وناكسنيد أيا أسوغن تي وناكسنة والجنة دا. لمن قف بي أسوغن تهي هدي اللغهنوني إلى الإسلام قف إسلام كاللغهنوني تي وناكسنيد با أسوغن أو
وكان أهذا عيشه نلشي سنا كفافا تحاجدي سون كفلنا يعني لك أو قنع كنا قنعي وح كفافك قفك صدح ذلك طوبى وسجنة تي ونكسنيد رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحوها يبيت كبريا الليالي همين المتتابعة إسراع رأسا يعني طور همين اسكحكت أي النبي بري جري وسيحن جري طاويا حال يهي سوى بير لالا وعلوشي سوحبا أين كجرين أي طور همين اسكحكت مركا قاركو ذكا سوى لكجرت وأهله أهل كيسنا لا يجدون من هلين عشاء عشاء يوحيون من أهل كيس من هلين أساقون الدور همين أين على الشيء سواح بقرين وكان أكثر خبزهم خبز هو موفضة موفضة وضوح أبضان نوحوها خبز الشعير شعير تواقم الدقاء حنتضنا وهيدا marka khubziga inta u badan qamadigaas ka sameeyeen jireen rawahu tirmidhi wa wariya wa qala al-hayri hadithun hasanun sahih wa an fudalat ibn ubayd radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana wuhuha idha salla bin nas dadka markuu tujiyo ya khir wa hadadan jiray oo dhici jiray rijalun ragba dhici jiray من قامتهم سرجوك كسود الجرين يقول تاغن بيهالك وب كسود الجرين في الصلاة صلاة دا حدادا محيلا سود عيان من الخصاصة قاجة أوغاد أي سرجوك يكسود الجرين وهم رقا سود دادن هايين وحايا هايين أصحاب الصفة صفة دو نوحوها قوري إن اسكوابها ومساجد كدبدي سكويا لي ايا صفة لأورنجري عدك سوقشان اصحاب الصفة لير مركز حتى يقول الاعراب اعراب توحي ورنهيين هؤلاء كواس مجانين ويوالوالين ها انصول الدادادا هيا وداد والوالا وجين قبا ذاتك اعراب تدبادي ورهين بساء أورنجري فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو النبي الهي تكذو إن صرف إليهم وكسو جيد سنجري فقال وحكو رنجري لو تعلمون هداد أكتهين ما لكم وحيرين سقنا ذي عند الله تعالى إلهي أكتيسا لأحببتم وحاج علان لهيدين أن تزدادوا إن الزياد ستان فاقة فقر إيو حاجة حاج باهي يفقر إن سيزياد ستان بجعلان هداد أكتيسا لهيدين إلهي أكتيسا وحاج لهيدين رواه الترمذي وورية وقال وحير حديث صحيح قال الإمام النووي حير عليه رحمة الله الخصاصة باهد الفاقة وفقر والجوع الشديد يجاجد رقب خصاصة الإرادة ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة وعن أبي كريمة المقداد بن معدي كرب وحال قوري رضي الله تعالى عنه قال وحير سمعت وحنك مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وسقول ما ملأ مبوحي آدمي من آدمه وعاء وال شرا كشر بضن من بطن علول على الويل كشر بدن وقف بني آدمه بوحي مجرو بحسب ابن آدم إن آذن وحا كفلا أكلات طور لقمضات أكلات يعني ولقمضات طور قادشو ويقمن أكتوسي طور كاللقمضات أكتوسي صلبه دبر كيسا يعني نفتي سو كجوجيو فإن كانت ديتها إلا محالة
هدي بلا شك أي تهي أور لقمضاد إنو كبت صدو هنا إنتا كو كافتو مينين فثلث عروش مركي صدح من الله قيب يا قيب كم إذا لطعامه هيرو وعنتها اللقو وثلث قيب صدحا قيب تيكرنا لشرابه شراب كيسها أدايو وثلث قيب صدحا ذي كره سوها دينا لنفسه نقص كيس إياها وذي إيا نفتها أدايو هدي لغا مارمان أي تهي إنو كبت صدا أور لقمضات رواه الترمذي بوري وقال وحير حديث حسن أكلات أي يري معنى هذا وحويا بالإمام النووي عليه رحمة الله أي لقم وطور لقمضات حديث كان علماء وحير هذين علم قد اخترك أردن علم الطب علم قد اخترك السيدو أردن يهي يا عافمات السيدو أردن يهي نبي صلى الله وسلامه عليه وحقوق بحديث كان يعني هذا الحديث كان طبق ضع عافمات إلهي تبارك وتعالى سببه كاقد قيا دكتور لير هذا أمجد دكتور أمجد وأنن دكتور أها وعان أها وري كراشيا مدارس بدا أن وليها ولي بقبضة أفر بدا وحيري أن حنون سدو أدن يهي وحكوليه حنون كبني آدم كقرد على السبب تيسو بقول كيما مرها انت سغاشني سغاشك وحكا سي بدا سبب تيسو وتخم وانتظر بدا انتظر بدن مركا وعلوش بكليه يعني حنون كان لشيغة ايدادك كرد على نوعيها فرها بدن أردن سبب تيسو وحديث كان النبي قول الله طبق إن عليه الصلاة والله والسلام ولذلك وحوش مرء تقرر كجر منك دكتور أبو وين وحكوا ليه وحكوا قرآن حق وراء حديث النبي عليه السلام دكتور أبو وين الجرم اللي كان إنه كوار كيف سقولي بالشيء جي إن وحديث النبي عليه السلام تفر وين كوا قرآن فرت ضعها أي كل دجيين أي ليهين فثلث لطعامه وثلث لشرابه ساو قيبية وضد قالها وح اكتشافه حديث النبي جن صلوات الله وسلامه عليه وعن أبي أمامة إياس بن الثعلبة الأنساري الحارثي رضي الله تعالى عنه قال وحيري ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال وحي الشيغان عنده نبي أكتس الدنيا مال بالدنيا لصهد القاضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيري ألا تسمعون ورمي إذا مقلين ألا تسمعون ورمي إذا مقلين إن البذادة قلقلف سنانت أتأكدو من الإيمان بيكمتهاي نوقفكو أدقي هاي حلالها دوار رقا ناقاها ما مركا ننكو إنو أدقي هاي وجركيسو أدقي هاي نولوشيسو أدقتهاي ومن الإيمان بيكمتهاي إن البذاذة أتأكدو من الإيمان بيكمتهاي إن البذاذة أذكر من الإيمان بكمته يعني بيقول إمام أبو داود حديث كسوري بدأت وحويان التقحل قلقلف سنانت مركننك إياناك توحيك كل الدوين نواتاس مركننك وإن أذكي هاي حد اللغ نقطه واللغين كريو حد قاجان نقطه وقاجان كريو جركي سنة وإن جرك الناقها كدوين وجر أذك وحويان وحويان دي أدق ويهي أو تحمل كريا شقادي قبن كريا ديكو سواب بحض اللغة ديكو ريا اللغين كريا عدوى دوكو يما دي اسك الدفاعي كريا مركا هلك النبي حشي عليه السلام إن ننك يناكتو أي كل دوينيهين وانا من الإيمان دكتور كان شيغي إن أمجد وحوي ده تقريبا قفكو وإن أوليه مالينكي ننك سوى الدكتور وين تقريبا بالكستا طبعاً معلومات رأيهم بسوق جلا، ومركز كونه رأيهم بيما دخل مدة دو جلا، وأنا أهل الشورى لا رأي كراشي، وأنا دكت كي عمل كأساس كراشي تقريباً ممكن عمل جلسة كراشي مرة كل دوية، وأنا الدكتور، مركز يحكي لي يا هاي قفك مسلم كحديث النبي قال سوق الطبقة عليه الصلاة والله والسلام، وإن أمالك لي يا هاي تمرين أرد. يا صعد
iyo isboor waa inaad leedahay buu ku leeyahay. Min aliimaan tanayna ka mid tahay, maaha ciyaar. Hamoodi ma ku leeyahay markaa socodkanaas oror socodaynsa iyo dhididkan kaa imanayaayey wax ciyaarahoo laqwi aho oo ka baxsan maaha, hada min aliimaan buu ku leeyahay. Min aliimaan xadiiska nabigana waa dabaqaysa calayhi salaatu ullaahi wasalaamu, wuxuuna sheegaa ugu yaraan qofku maalinkii saacad waa inaad socoto buu ku leeyahay, ina noloshaada maalinkii saacad waa inaad socoto. Marka waa inaad oo lugeynba karaynin, dhaqaaqi karaynin, waxba de aan qaban karaynin. Marka sheekhaasi sheekh kalesna wuxuu oran jiray, dee waa dhib buu oran jiray, dee ninka iyo walaashiiba haddaan la kala saari karin, anta wa ukhtuka hadda isku mid untihiin buu ku leeyahay, adiga walaashaa ama adiga islaantaaduba wax farq uuna idiin dhexaynin, maal faa'iida buu ku leeyahay. Marka waxaa ku fiican magaalada dadka da way sii dishay inaad ciyaalnido uu noqoto biyo noqoto ma aha. Oo waa kan de xadiisku nagu min aliimaan. Marka socodkan isboorkan aad samaynayso, isboor marka wada de waa qaadqaaditaankan iyo tababarkan aad samaynayso, inaad tamriin leedahay, inaad socod leedahay, waa min aliimaan bay ka mid tahay. Min albadaadina waa ka mid. Walidaalika waxaa qofka u fiican inay kugu kallifto uun mooyeen wada waqti hadduu kaa dhacaya waa gooni, inaad lugta caadi ka dhigato, iska lugayso. Maalan may dheer tahay haddii maalan aad maalan uga lugayso meel aan kaa dheerayn, adu haddaad degdegaysa waa gooni, hadduu waqti kaa dhacaya waa gooni. Laakiin baskan lagu boodayo uun waxaa kaaga fiican maxay? Iska lugay buu kule. Hadday markaa iska lugayso maxaa kugu dhacaya? ama maalan aad u lugayso meel aad tagay, war lugta caado ka dhigo. Haddii aadan degdegina lugta caado ka dhigo, raxma agteena kale isaga lugayso, kolkaad ka iman iska lugee. Adigu lugta caadaha ku noqoto haddayna daruura jirin. Doctorka Amjadna nasaa'ix badan buu bixiyaa, kolay barid watano laba waraaqood baan ka soo qaaday oo caafimaadka aad ugaga hadlayo iyo axaadiista nabiga calayhi salaam buu iswaafajinhayaa. War nin doctor aad u weyn caalimna ahaa, ilaahayna sabab uu uga dhigay luqada carabiga inuu waddanka u joogo ku nashriyo. Taqriiban 10 jaamacadood buu ka furay. Marka waa nin aad u khayr badan, ilaahay ha ilaaliye. Ina albadaadata qalqallafsanaanta iyo adadkidu, inuu ninka jirkiisu aad adag yahay saafsaaf yahay, min aliimaan. Ina albadaadata adadkida iyo qalqallafsanaantu min aliimaan ayay ka mid tahay. Yacni buu yidhi imaamki isagoo fasiraya Abu Daawud xadiiskan soo wariyey, badaadadu waa maxay? Ataqaxulu waa qalqallafsanaanta, inuu ninka jirkiisu aad adag yahay saafsaaf yahay, dhagax dhagax berber inuu jidhkiisu yahay, min aliimaan. Hada waana faraqa u dhexeysaan sheegay ragga iyo naga. Rawaahu Abu Daawud bi xadiiskan wariyey. Albadaadatu yuri bilbaa ilmuwaxada waa ba hal dhibicle iyo wadaalayni laba daal daada badaada almucjamatayn oo dhibic loo yeelay. Wahiya badaadaduna rathaathatu lhay-a waa qofka hay-adiisa oo baaba-da, yani ma aha ninka inay ziina iyo quruux iyo dhaldhalaal ay ka muuqato. Meelaha qaarkood waxay leedahay hebel wejigiisa waa laga subkan, oo maxaa lagaaga subkanaya wejigaaga? Adu nin baaba tahay, naagaha tahay in laga subkado, laakiin nin ma aha in wejigii laga subkado. Marka waa inuu ninka wejigiisa indhi, yani waxaan ka wadaa gacmihiisa, jirkiisu berber iyo saafsaaf iyo ay nooca yihiin rathaathatu lhay-a, hay-adiisa shakligiisu waa inay baaba-san tahay, ma aha inay quruuxda dhaldhalaal ninka ka muuqato. Wa tarku faakhiri libaas iyo dhar qurqurux badan oo de faakhiraho lagu faana inaad ka tagto. Bilqaaf waa qaaf buu kuri iyo walxa xa taqaxul waa qaafna akhri xaa ku xijisi. Qaala ahluluga waxay yidhaahdeen almutaqaxilu qofka mutaqaxilki waxa weeyaan huwa rajul waa nin, naag maaha horta waxa lala hadlaya, waa nin. Alyaabisu ljald jidhkiisa qalqallafsan, saansaan iyo saafsaaf iyo safansafan weyaan jidhkiisu. Huwa rajul waa nin, kolkanirana de naag bayad meesha ka baxday. Huwa rajul alyaabisu ljild jidhkiisa adadag, oo jidhkiisu muxuu la adadag yahay? Min khushuunati lcaysh noloshiisa adadag weyaan awgeed, iyo watarki tarafuhi inuu rafaahiyada waa raaxada, inuu raaxada marka ninku adoo iskaba haysta raaxadii oo firaashya iyo sariiro iska haysta, yani ku tababara inaad dhulka iska seexan karayso, firaashku seexan karayso, firaashlii ku seexan karayso. Yani ma aha qofka inay wax ka qabsato, hadduu waxa waayo ayna noloshu u noqonin. Adu nin baa tahay, si kasta oo ku soo wajahdaa waa in aad ku gali karto. Walidaalika islaamku wuxuu xarimay, oo islaamka xaaraan ahaa
ninku inuu xinno marsaday waa xaaraan meel aan timo ahayn, yani garka iyo madax meel aan inta ahayn inaad xinno marsatay waa ka xaaraan. Inuu dahday dawo u geysto xanuun lagu sheego waa goonitaas, laakiin inaad marsato maxay gacmaha iyo lugaha iyo jirkaaga, waayo xinaha iyo isqurqurxinta iyo isdhaldhalaalintaas waa shaqada ayo, waa shaqada dumarka, aduu rag baa tahay. Marka ninka wakaa shaqadiisu. Wa sala allahu wasalama calaa nabiyina Muxamed wallahu aclam.